بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله يا شباب نحل مع بعض. نحل مع بعض ايه بقى؟ نحل مع بعض ادبات البلاغة كلها من كتاب ايه؟ من كتاب الامتحان سنة تانية ثانوي دفعتنا الجميلة 2024. تدريبات البلاغة الشاملة تدريبات مهمة، بتكون شاملة فعلا يعني كل المنهج، فعشان كده مهمة تحلها سواء انت اولى او تانية او تالتة ثانوي حتى. يعني اي حد حتى لو اولى او تانية او تالتة لو شاف الفيديوهات دي هتفرق معاه جدا. المهم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو القاسم الشبي، قال الشاعر يا جماعة، قال عش بالشعوري وللشعوري فانما دنياك كون عواطف وشعوري. يعني عيش بالشعور بالاحاسيس بالعواطف، فالدنيا دي كلها ما هي الا ايه؟ عواطف وشعور. شيدت، شيدت يعني بنيت، ده فعل مبني مجهول، شيدت على العطف العميق وانها لتجف لو شيدت على التفكير. يعني ربنا بنى الدنيا دي كلها على العطف العميق، ولو بنيناها على التفكير بس هتخرب، ما ينفعش. واجعل شعورك في الطبيعة قائدا فهو الخبير بتيهها المسحور. يعني خلي الشعور بتاعك هو القائد بتاعك في الطبيعة، فهو الخبير، هو اللي عارف، هو اللي عارف ايه الصح اللي ممكن يتعمل في الدنيا. الشعور بتاعك ما بيكذبش، ده قصده. حتى تعانقه الحياة ويرتوي من صغرها المتأجج المسجوري. تعانقه الحياة يعني تحضنه الحياة، العناق اللي هو الحضن، ويرتوي يعني يشرب من صغرها المتأجج المسجور. الصغر اللي هو الفم، يعني بقولك الفم بتاعها متأجج يعني مشتعل، ومسجور برضو معناها ايه؟ معناها مشتعل. ثانية بس نظبط المايك عشان ما يوقعش مننا في التصوير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماشي، السؤال الاول بيقول ما نوع الصورة البيانية في قوله ايه؟ واجعل شعورك قائدا. لو ركزت معايا صورنا الشعور انه قائد مشبه ومشبه به من غير اي اداة تشبيه، ده اسمه التشبيه البليغ. عش بالشعور، ده اسلوب امر غرضه ايه؟ طبعا هو هنا بينصحك عادي، فهتبقى النصح، ما كانش فيه هنا تمني. تمني ده لما تكلم حاجة غير عاقلة. طيب الدعاء لو بتدعي، مفيش دعاء هنا وما كانش فيه تشويق لاي حاجة. طيب في البيت التاني اجاز بحذف ايه؟ ده بقى شيدت على العطف العميق. زي ما قلنا يا جماعة شيدة ده فعل مبني المجهول، الفعل شادة، شادة شيدة، زي قادة كده قيدة. فالإجابة الصح تبقى طبعا إجاز بحذف الفعل، أو ما تلاقي فعل مبني المجهول بنختار إجاز بحذف الفعل. في البيت الأول اتنب إيه؟ ده سهل جدا يا جماعة لو أنت ركزت معايا هتعرفه. هو قال لك عش بالشعور وللشعور فإنما دنياك كون عواطف وشعور. لو ركزت كلمة شعور اتكررت أكتر من مرة، فممكن تختار اتنب إيه؟ اتنب بالتكرار. لكن للأسف مفيش اطناب بالتكرار. طب هختار ايه مكانها؟ اختار اطناب بالترادف. ليه الكلام ده؟ هو قال لك دنياك كونه عواطف وشعور. العواطف هي هي ايه؟ هي هي الشعور، كلمتين مختلفتين عن بعض في الشكل او في الحروف يعني، لكن معناهم واحد، ده اسمه الترادف. يعني كلمتين بنفس المعنى ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه الترادف. تركيب يمثل توكيدا، واحدة من دول عبارة عن توكيد. لو ركزنا يا جماعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عيش بالشعور ده اسلوب امر، مفيش توكيد هنا. يرتوي من صغرها المتأجج برضه جملة عادية جدا مفيهاش أي حاجة فيها توكيد. شيدت على العطف العميق ده هنا في إجاز بحذف الفاعل لكن مفيش أي توكيد. الإجابة الصح تبقى ألف لما قال إنها لا تجف. عندنا هنا أسلوب مؤكد بإن واللام، اللام اللي بتيجي في خبر إن دي يا جماعة اسمها اللام المزحلقة أو بنسميها لام التوكيد يعني. طيب وسيلة القصر في الشطر الثاني من البيت إيه؟ من البيت الثالث. لو جبنا يا جماعة الشطر الثاني من البيت الثالث لما قال فهو الخبير، لو ركزت معايا هو الخبير عندنا هنا يا جماعة أسلوب قصر وسيلته إيه؟ تعريف طرفي الجملة الإسمية. هو دي إعرابها، إعرابها مبتدأ والخبير خبر. فهنا المبتدأ والخبر معرفة، ده اسمه تعريف طرفي الجملة الإسمية. فالإجابة الصح تبقى إيه؟ الإجابة الصح تبقى ألف. طيب نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نخش على القطعة التانية ونركز مع بعض. هات كشكول جنبك وخلي الكشكول يعني معاك عشان الأسئلة المهمة أو الكلمات المهمة اللي أنت مش عارف معناها وبنقولها تكتبها، أي ملحوظة مهمة تكتبها جنبك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورب أخ، رب معناها كم من، يعني كأنه بيقول لك إيه وكم من أخ،
ماشي. ورب اخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاؤه. يعني كان عندي اخوات كتير جدا في الله يعني، او صحاب يعني، كنت بوفي لهم حقوقهم يعني، كنت بعمل لكل واحد الحاجه اللي هو عايزها، كنت بديله حقه كامل، لكن للاسف الوفاء بتاعه مش بيدوم، مع الوقت بيكرهني او يبعد عني. فالشاعر او سيدنا علي بيقول: سيغنيني الذي اغناه عني، فلا فقر يدوم ولا ثراء. ربنا هيغنيني يا جماعه، ربنا هيغنيني زي ما اغناه هو عني كده، لا الفقر هيدوم ولا الثراء. وكل موده لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الاخاء. يعني كل موده لله وكل حب لله بيصفو، بيبقى حلو يعني. لكن يا جماعه الاخاء عمره ما هيدوم لو في فسق، الفسق اللي هو الحرام يعني، بعمل ذنب، في حاجه حرام بيني وبين اخويا، فطبعا الحرام ده عمره ما هيديم الموده. في الاخر بيقول: وليس بدائم ابدا نعيم. يعني النعيم عمره ما هيدوم ابدا، كذاك البؤس، يعني كذلك البؤس ليس له بقاء. البؤس برضه عمره ما بيدوم خالص يا جماعه، كل حاجه بتروح. نوع المحسن البديعي في البيت ايه؟ في البيت التاني. لو ركزنا في البيت التاني، الشاعر قال: سيغنيني الذي اغناه عني، فلا فقر يدوم ولا ثراء. طبعا فقر وثراء يا جماعه الاتنين عكس بعض، ده اسمه طباق ايه؟ طباق ايجاب. حلو قوي. نوع الصلة بينه في قوله: مودة تصفو. طبعا هو ايه اللي بيصفو؟ المية، السوائل. يقول لك دي مية صافية، عكسها مية متعكرة، حاجة كده تبقى صافية يعني، لا تشوبها شائبة، تبقى بيور يعني بالإنجليزي. فطبعا يعني مودة تصفو، هنا صورنا المودة كأنها يعني كأنها ايه؟ كأنها ماء أو سائل مثلا يصفو. فين السائل؟ حذفناه، لكن سيبنا صفة من صفاته لا الصفاء، فده اسمه الاستعارة المكنية. فالاستعارة المكنية بتحذف المشبه به لكن بنسيب صفة من صفاته. نوع الأسلوب لما قال: لا يدوم له وفاؤه. هو قال لك إيه يا عم الحاج هنا؟ لكن رب أخ وفيت له بحق، يعني في إخوات كتير أنا كنت بأدي له حقوقه، لكن للأسف هو مش بيدوم الوفاء بتاعه. الوفاء بتاعه للأسف مش بيدوم. طبعا دي جملة خبرية، الشاعر بيخبرك بيقول لك الوفاء بتاعه لا يدوم. جملة خبرية عادي، ما فيهاش لا أمر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا نداء ولا فيها أي حاجة من الأساليب الإنشائية. طبعا ده أسلوب خبري عادي جدا. طيب في الشطر التاني، من البيت التاني، إيجاز بحذف إيه؟ لو بصينا على الشطر التاني من البيت التاني، قالك فلا فقر يدوم ولا ثراء. ركز معايا، هو قالك لا فقر ماشي، لا فقر إيه؟ لا فقر بيدوم، ولا ثراء، ولا ثراء إيه؟ المفروض أقول ولا ثراء بيدوم برضو. فكلمة بيدوم دي يا جماعة اللي هي المفروض تممت معنى الكلام، اللي هو الفعل اللي عندنا. هنا حذفنا الفعل اللي هو ايه؟ اللي هو يدوم. ده اسمه ايجاز بحذف. ايجاز بحذف الفعل، هو حذف اصلا الفعل اللي هو بيكمل الجمله. قالت لا فقر يدوم ولا ثراء يدوم، المفروض برضه، لكن هو حذف يدوم الثانيه دي. تمام. اداه التوكيد في الشطر الاول من البيت الاخير، لو جبنا الشطر الاول من البيت الاخير، الشاعر كان بيقول: وليس بدائم. قلت لك قبل كده لما تلاقي به في خبر ليس، البه دي يا جماعه لو شلتها ومعنى الجمله استقام عادي وقريتها عادي وفهمته يعني، اعرف ساعتها ان الباء دي حرف جر زائد، وليس بدائم ابدا نعيم. فطبعا البه هنا عباره عن حرف جر ايه؟ حرف جر زائد. فالاجابه الصح هتبقى اداه التوكيد حرف الجر ايه؟ حرف الجر الزائد. نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا يا جماعه، حافظ ابراهيم كان بيقول وهو يرثي الشاعر اسماعيل صبري. يعني اسماعيل صبري مات، حافظ ابراهيم عمل له قصيدة رثاء، رثاء اللي هو بتذكر محاسن الميت، بتتكلم عنه. بيقول: سكن الظلام وبات قلبك يخفق. الظلام سكن والدنيا هديت خالص وقلبك عمال يدق، وسطى على جنبيك هم مقلق. يعني سطى يعني يسطو، يسطو يعني يهيمن، وهيمن على قلبك او على جنبك يعني، لو قصده قلبك يعني، هم مقلق. يعني قصده ايه؟ قصده ان انت حاسس جواك ان في هم شديد قوي. ماشي. بعدها بيقول: ما للقوافي انكرتك، ولم تكن لكسادها في غير سوقك تنفق. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول: ما للقوافي انكرتك. القوافي اللي هو جمع قافية طبعا، يعني القوافي في الشعر بتاعتك ما بقتش موجودة زي الاول. يعني قصده ايه؟ قصده ان انت مت يا اسماعيل صبري. طبعا اسماعيل صبري شاعر مشهور، فانت مت يعني، في القوافي انقطعت يعني، مفيش ايه، مفيش قوافي زي الاول، مفيش شعر زي الاول. ما للبيان بغير بابك واقفا. البيان قصده هنا الشعر يعني. بيقول البيان ماله وقف على باب تاني غير بابك، يعني للاسف ايه، ما بقاش معاك الشعر، انت مت وسبت الشعر. بيقول واقفا يبكي ويعجله البكاء فيشرق. يعني البيان قاعد بيعيط يا جماعه وبيشرق من العياط. صبري طبعا، صبري هنا مش قصده patience اللي هو الصبر يعني، لا قصده ايه؟ قصده يا اسماعيل يا صبري،
بينادي عليه يعني، يا صبري استسرت دفائني وهززتني واريتني الابداع كيف ينسق. يعني انت ولتني الابداع ازاي بيحصل، انت اللي علمتني كل حاجه. طبعا صبري هنا ده اسلوب انشاء نوع نداء، هو اصل الجمله يا صبري، بينادي ايه؟ بينادي عليه. طيب نوع المحسن البديعي في البيت ايه يا جماعه؟ في البيت الاول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قال سكن الظلام وبات قلبك يخفق وسطى على جنبيك هم مقلق. طبعا هنشطب على ب عشان فيها سجع، والسجع بيجي في النسر بس، ونشطب على د عشان فيها سجع، والسجع برضو بيجي في النسر بس. لو بصينا يا جماعه على الف جناس وحسن تقسيم، ما كانش في حسن تقسيم هنا خالص، الاجابه الصح تبقى جيم تصريع وطبق. تصريع لما قال يخفق مقلق، النهايتين زي بعض في البيت الاول اهو، ده اسمه تصريع. وقلنا طبعا يا جماعه طباق، ليه طباق؟ عشان في كلمتين عكس بعض، قال سكن الظلام وبات قلبك يخفق. طبعا حاجة تسكن عكسها حاجة بتقلق أو قلق يعني مقلق، وحاجة تخفق، سكون يعني هدوء عكسها الحركة والاضطراب، هو ده اللي حصل عندنا. طيب تعبير يمثل استعارة مكنية، بات قلبك يخفق يعني قلبك بيدق، دي جملة عادية مفيهاش استعارة مكنية خالص. كيف ينسق؟ كيف ينسق يعني أنت علمتني الإبداع إزاي بننسقه أو إزاي بنعمله يعني، مفيهاش برضو أي استعارة. طيب سكن الظلام دي برضو جملة عادية معناها الدنيا هديت خالص، إنما يقول لك للبيان واقفا يبكي، هنا صورت إيه؟ صورت البيان كأنه إنسان يقف ويبكي. طب فين الإنسان؟ حذفناه، لكن سيبنا صفة من صفاته هي البكاء، فده اسمه إيه؟ اسمه الاستعارة المكنية. نوع الأسلوب في قوله صبري في البيت الأخير، إحنا قلنا يا جماعة أصل الجملة يا صبري، هو بينادي عليه، فلو حطيت يا بقت أداة النداء يعني وقريت الجملة هتلاقي الجملة مشيت عادي، فأعرف ساعتها إن ده أسلوب إنشائي نوع نداء، فنختار طبعا أسلوب إنشائي طلبي اللي هو يعني نداء. في البيت الثالث أسلوب قصر، وسيلته إيه؟ نجيب البيت الثالث ونشوف، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال لك ما للبيان بغير بابك واقفا يبكي ويعجله البكاء فيشرق. لو ركزت هنا ما للبيان بغير بابك واقفا، المفروض اصل الجمله ما للبيان واقفا بغير بابك. الما هنا يا جماعه واللام دي ولكلمه البيان اللي بيجي بعديهم بيبقى اعربه حال، زي كده لما اقول لك ايه، لما اقول لك مثلا، احفظ التركيبه دي عندك، لما اقول لك مثلا ما لك، ما لك حزينا، ما لك ايه؟ ما لك حزينا، حزينا اعربها حال. ليه حال يا جماعه؟ لما تلاقي ما وبعدها لام وبعدها بقى كاف ضمير يعني او كلمه عموما اسم يعني، كلمه النكره المنصوبه بعد كل التشكيله دي بيكون اعربها ايه؟ بيكون اعربها حال منصوبه. يقول لك ما لك واجما مالي حزينا، هنا لما المال البيان واقفا، فالمفروض طبعا الحال ده اللي هو واقفا يجي قبل ايه؟ قبل شبه الجمله اللي هو بغير بابك. فطبعا هنا الاجابه الصح تبقى تقديم ما حقه التاخير، يعني احنا قدمنا الجار والمجرور على ايه؟ على الحال المفروض يجي الاول. طيب الغرض من الاستفهام في البيت الثاني اظهار ايه؟ لو بصينا يا جماعه البيت الثاني، الشاعر قال ما للقوافي انكرتك ولم تكن لك ساديها في غير سوقك تنفق. يعني ايه اللي حصل للقوافي؟ انا مش فاهم، القوافي الاول ما كانتش بتسيبك، دلوقتي سابتك خلاص، ايه اللي حصل؟ طبعا الشاعر لما يسال كده هو ماله يا جماعه، هو متعجب مستغرب ازاي ده حصل. هنا يعني طبعا ما كانش فيه اي نصيحه، مش بينصح اي حد، وما كانش فيه شوق خالص، ده فيه حزن. والاستعطاف ده بنختاره لما تيجي تستعطف حد يعني، بتامره مثلا او تطلب منه حاجه خدمه كبيره مثلا، لكن ما كانش بيستعطف حد. الاجابه الصح تبقى حيره وتعجب، هو كان محتار ومتعجب فعلا ازاي ده يحصل. نوع الاسلوب في قوله واريتني الابداع كيف ينسق، يعني انت وريتني الابداع ازاي بيحصل، انت فعلا وريتني الابداع. طبعا جمله وريتني الابداع انت علمتني عادي، طبعا هنا بيخبره، دي جمله خبريه، هنا مفيش امر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا نداء، الاجابه صار باسلوب خبري. طيب علاقه المجاز المرسل في قوله القوافي، القافيه دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن جزء من القصيده، يعني هنا تنفق القاف دي قافيه، ويشرق دي القافيه، ينسق دي القافيه، فطبعا القافيه عباره عن جزء من القصيده، ذكر الجزء لكن هو اراد الكل، ده اسم مجاز مرسل علاقته الجزئيه. قال الجواهري يا حارس الوطن المرهوب جانبه، يا حارس الوطن المرهوب جانبه عليه بما بنى تاريخه رصده. ايه معنى الكلام ده؟ بيتكلم عن حارس الوطن
بيقول يعني جندي تقريبا، يا حارس الوطن اللي مرهوب بجانبه، يعني الجانب بتاعه مرهوب، يعني الناس بتهابه وبتخاف منه عشان عنده هيبة كده. عليه مما بنى تاريخه رصده. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت بنيت حاجات كتير جدا في التاريخ، يعني انت راجل ليك تاريخ طويل. ماشي. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نركز مع بعض. بيقول وراكز الراية، يعني طبعا كلمة راكز هنا منصوبة ليه يا جماعة؟ عشان في أداة نداء محذوفة، قصده ويا راكز الراية، بينادي عليه. ويا راكز الراية الخضراء خافقة على الصفوف زهاها العد والعدد. ايه معنى الكلام ده؟ يعني بيقول انت معاك راية خضراء وحاططها في الأرض وهي خافقة. خافقة يعني ايه يا جماعة؟ يعني عارف لما تيجي تحط علم مصر كده مثلا وتنشره في البلكونة مثلا ويقعد يرفرف قدامك، ده هو ده الخفقان، ده هو الخفوق بتاعه يعني. فقصده ايه؟ انت راكز الراية دي، حاطط الراية دي في الأرض وعمالة ترفرف اهي في الجو على الصفوف، يعني على الجيش. زهاها العد والعدد، يعني قدامها عدد من الجنود لا حصر له، عدد كبير جدا يعني. بيقول ما أعظم الشعب يرمي عن كواهله عبء الخلاف لدى البلوى ويتحد. يقول ما أعظم الشعب، الشعب ده عظيم جدا يا جماعة، سبحان الله. بيرمي عن كتفه كواهل، اللي هو الكتف يعني، بيرمي عن كتفه عبء الخلاف المصيبة يعني، ويتحد. يعني الشعب بتاعنا الحمد لله ساعة الخلاف بيتحد يا جماعة، ساعة المشكلة والبلوى يعني بيتحد، بيبعد عن أي خلافات. بعدها بيقول إن الطغاة إذا لا ينتهم بطروا، مثل الصغار إذا دللتهم فسدوا. إيه معنى الكلام ده؟ بيقولك الطاغية، الشخص المتكبر الديكتاتور، لما تيجي تلينه يعني تبقى لين معاه تدلعه يعني، بيبطر بيبوظ عليك زي العيال الصغيرة كده، لما تيجي تدلعهم بيبوظوا يا جماعة، بيخربوا خالص. بيقولك إيه نوع التشبيه في البيت؟ إيه في البيت الرابع؟ لو ركزت معايا البيت الرابع، او شبه الطغاة اذا لا ينتهم بالصغار كده اذا دللتهم، شبهنا حالة بحالة. لما تشبه حالة بحالة زي ما انت شايف كده تشبيه كبير، ده بنسميه التشبيه ايه يا جماعة؟ التشبيه التمثيلي. فالإجابة صح، تشبيه تمثيلي. الغرض من النداء في البيت الأول طبعا بيتكلم عن حارس الوطن العظيم، الجندي اللي بيحرس الوطن بتاعنا، يبقى طبعا هو بيعظمه، فالإجابة صح تبقى تعظيم، مش ينفع تنبيه طبعا. تنبيه ده لو واحد مثلا مش واخد باله فبتنبهه. العتاب طبعا لو بتعاتب حد، هنا مش بيعاتب حد ولا بيتعجب من حاجة. طيب في البيت الأخير اتنبأ ايه؟ لو ركزت معايا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الطغاة لما تيجي تلينهم زي كده، الصغار لما تيجي تدلعهم، الاتنين بنفس المعنى، لما تيجي تلين حد معناه بتدلعه، فالاتنين بنفس المعنى، فده اسمه اتنبأ ايه؟ اتنبأ بالتردف، كلمتين بنفس المعنى، اطناب بالتردف. نوع الاسلوب في قوله ما اعظم الشعب، طبعا ما اعظم الشعب ده عباره عن تعجب، وانا بجد التعجب يا جماعه بيكون عباره عن اسلوب انشائي غير طلبي. قلنا الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، الخمسه دول بيكونوا اساليب انشائيه طلبيه، انما غير كده بتكون اساليب انشائيه غير طلبيه، زي مثلا لما اقول لك التعجب، زي مثلا كامل خبريه، زي حبذا ولا حبذا، زي نعمه وبئسه، كل ده بيبقى اساليب انشائيه غير ايه؟ غير طلبيه. في البيت التاني إجاز بحذف إيه؟ لو بصينا على البيت التاني هو كان بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وراكز الراية. قلنا طبعا راكز الراية، كلمة راكز هنا منصوبة ليه؟ عشان قبلها أداة نداء محذوف، لو أنت قلت ويا راكز الراية هتلاقي الجملة مشيت عادي، فأعرف ساعتها إن ده اسمه إيه؟ ده اسمه أسلوب طبعا إجاز بحذف. إجاز بحذف حرف النداء أو أداة النداء. التركيب يعتبر تشبيها بليغا، حارس الوطن المرهوب، دي جملة عادية، حارس الوطن، أنت بتحرس الوطن. زهاها العد، يعني عددها ضخم جدا ما تقدرش تعده. طب راكز الراية الخضراء، يعني بتحط الراية الخضراء في الأرض، دي برضو جملة عادية ما فيهاش أي تشبيه بليغ. لكن عبء الخلاف، هنا صورنا الخلاف كأنه إيه؟ كأنه عبء. صورنا الخلاف كأنه إيه؟ كأنه عبء. فطبعا ده اسمه تشبيه. إيه تشبيه بليغ. بعد كده قال علي الجالم طريق العلا، العلا اللي هو المجد يعني، طريق العلا وعر مطيته الجد، وهل يعتلي من غيره البطل الفرد. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول لك طريق العلا او طريق المجد يعني بيكون وعر يا جماعه، صعب، مش اي حد يطلعه. بيقول لنا هل في حد بيعتديه غير البطل؟ لا طبعا، مفيش حد بيطلع من الطريق ده يا جماعه، او طريق المجد، غير ايه؟ غير البطل. بيقول لا سئمت حياتي بين قوم فضائلي لديهم يغطيها التدابر والحقد. بيقول انا زهقت من حياتي اللي قاعد فيها وسط قوم كل همهم الحقد والتدبير بقى، وان هم يعني ايه يقعدوا يعملوا مكيده لبعض ويقعدوا يحسدوا بعض ويحقدوا على بعض. فهو يعني سائم من الحياة اللي هي كلها ايه؟ كلها حقد. بعد بقول إذا كان عيبي بينهم أنني فتى صغير وشعري بالشبيبة مسود. لو عيبي يعني بالنسبة لهم، لو هم شايفينه عيب يعني إن أنا عيل صغير بالنسبة لهم وشعري أسود، يعني
فبيقول لهم فمهلا، لا استنوا عليا كده، فأنا النجم الذي يبصرونه صغيرا ويخفي قدره عنهم البعد. يقول لهم أنا زي النجوم كده، النجمة بتبان لنا صغيرة عشان هي بعيدة لكنها حاجة كبيرة جدا. نفس الكلام بقول لهم أنا نجم، هم شايفيني صغير لكن طبعا هم البعد هو اللي بيخفي عني القدر. يعني من الآخر كده أنا قدر كبير لكن البعد إيه؟ البعد هو اللي مخليهم يشوفوني كده. بيقول إيه بقى في البيت الخامس؟ بيقول تمد المعالي نحو مجدي رقابها وجزت إذا كانت لغيري تمتد. ركز عشان البيت ده عنيف شوية، وهات الكشكول واكتب جنبك. تمد المعالي رقابها، يعني المعالي أو المجد بيمد رقبته ناحيتي، وجزت يعني قطعت إذا كانت لغيري تمتد. يعني بلدي كده المعالي بتجي لي أنا بس، ما بتجيش لحد تاني. مصدر الموسيقى في البيت الأول، خليك ذكي، يعني السجع ده بيجي في النسر بس فنشطب عليه. ماشي. ألي في البيت الأول، طريق العلا وعر مطيته الجد، وهل يعتلي من غيره من غيره البطر الفرد. جد فرد ده اسمه تصريع. ماشي. تصريع يعني ايه؟ يعني موسيقى، يعني موسيقى. فالإجابة صح تبقى تصريع. تعبير يمثل تشبيها بليغا. طيب نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو قال يخفي قدره البعد، هنا استعارة مكنية صون البعد، كأنه إنسان يخفي، إنسان بيخفي حاجة بس دي استعارة مكنية. طب يغطيها التدابر، هنا صون التدابر كأنه برضو إنسان يغطي، برضو استعارة مكنية. تمد المعالي رقابها، صون المعالي كأنه إنسان عنده رقبة، برضو استعارة مكنية لكن تشبيه بليغ. طبعا مطيته الجد، المطية اللي هي ايه؟ الحاجة اللي بتمتطيها، الحاجة اللي بتركبها يعني. فالجد صون الجد كده كأنه حاجة بتمتطيها أو بتركبها، فطبعا ده اسمه التشبيه البليغ. سر الجمال في قوله طريق العلا، صون العلا كأنه طريق، طبعا العلا دي حاجة معنوية والطريق حاجة مادية، ده اسمه التجسيد أو تجسيم. فريق الوسط يبقى تجسيم. الغرض من الاستفهام في البيت الأول، هو البيت الأول قال إيه؟ قالوا هل يعتلي من غيره البطل الفرد؟ إيه معنى كده؟ يعني قصده ببلدي كده، هل في حد غير البطل يعني بيخش طريق المجد ده؟ طبعا الإجابة تبقى لأ، يعني بيقول طريق المجد ده ما بيدخلوش غير البطل، هل في حد غير البطل هيدخل؟ طبعا الإجابة تبقى لأ، مستحيل حد غير الشخص البطل المجاهد هو اللي يدخل. فطبعا لما سألك سؤال والإجابة بتاعته فيها نفي فيها لأ، أعرف إن الغرض يبقى النفي. الشطر التاني من البيت الأخير، إجابة بحذف إيه؟ لو بصينا على الشطر التاني من البيت الأخير لما قال لك وجزت، جزة ده فعل مبني للمجهول، يبقى وأنت مغمض يا مستر محمد الإجاز بحذف الفعل. الإجاز هيكون إيه؟ إجاز بحذف الفعل. بعد كده بيقول لنا وسيط القصر في الشطر الأول من البيت إيه؟ من البيت الرابع. نجيب الشطر الأول من البيت الرابع، هو قال فمهلا أنا النجم. طبعا أنا النجم، أنا هنا عبارة عن مبتدأ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وبعديها النجم دي إعرابها خبر، فهنا المبتدأ معرفة والخبر معرفة زي ما أنت شايف، فده اسمه تعريف طرفي الجملة الاسمية، يعني المبتدأ والخبر معرفة، فدي الإجابة الصح. الغرض من الأسلوب الخبري في البيت الأخير، لو ركزت في البيت الأخير هو قال ألي في الأخير تمد المعالي نحو مجدي رقابها وجزت إذا كانت لغيري تمتد. يعني المعالي بيجي لي أنا بس تحت رجلي، تجي لي كده، إنما لغيري ما بتجيش، رقبتها بتتقطع. يعني قصده بالآخر كده إن المعالي بتاعتي أنا وبس. يبقى طبعا هو مش بيمدح حد، هو بيفتخر بنفسه، ما كانش بيهدد حد ولا بيسخر، هو كان بيفتخر بنفسه، بيقول المعالي كلها تحت رجلي. فطبعا ده كله اسمه ايه؟ اسمه فخر. فالاجابه تبقى الفخر. ملك اسماعيل صبري كان بيقول ربي، طبعا ربي هنا ده اسلوب انشائي، نوع نداء بينادي، يعني بيقول يا ربي هب لي هدى واطلق لساني، يا رب اديني هدى واطلق لساني، يعني خلي لساني يا رب ينطق بالخير، يعني وانر خاطري نور الخواطر بتاعتي وثبت جناني. الجنان هو القلب، اكتب عندك الجنان هنا يعني القلب. ملهم النفس، طبعا بيقول يا ربنا يعني يا ملهم النفس بالتقى خير مسرى لمفازات نورك الرباني. ايه معنى الكلام ده؟ يعني ربنا بيلهم النفس بالتقى يا جماعه. بعدها بيقول انت قصدي وغايتي ورجائي، يعني يا رب انت المقصد بتاعي وانت الغايه بتاعتي، يعني الهدف بتاعي او المقصد بتاعي والرجاء بتاعي، مالك الملك مبدع الاكوان. نوع المحسن البديع في البيت الاول، لو بصينا على البيت الاول اللهم صل على سيدنا محمد، نخلينا اذكياء الاول، هنشطب على جيم خالص عشان فيها ازدواج، ونشطب على ب خالص عشان فيها ازدواج. يتبقى ألف جناس تام وطباق، يا إما دال تصريع وحسن يا حسن تقسيم. لو بصينا على البيت الأول هو قال لك لساني وجناني، النهايتين زي بعض. البيت الأول ده اسمه إيه؟ اسمه تصريع، ده رقم واحد. ورقم اتنين عندنا أصلا متقطعين زي بعض، لما قال
انر خاطري ثبت جنني، كلمتين متقطعين زي بعض كده او جمله هي متقطعه اتنين 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 زي ما انت شايف. ده بنسميه ايه يا جماعه؟ بنسميه حسن التقسيم. حسن التقسيم لما تقطع البيت تقطيع متساوي بالشكل ده. لما قال اطلق لساني وانر خاطري، انت هنا بتكلم ربنا، فلما تطلب حاجه من ربنا ده اسمه دعاء. اسلوب انشائي نوع امر غرضه الدعاء. ملهم النفس اسلوب ايه؟ طبعا يا جماعه لو بصينا كلمه ملهم اللي هي منصوبه الميم عليها فتحه، فهو اصل الجمله يا ملهم النفس، بينادي يا ملهم النفس بالتقى خير مسرى. فطبعا ما دام بينادي يبقى ده اسلوب انشائي نوع نداء. قلنا بكاء الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، دي كلها اساليب انشائيه طلبيه. في البيت الثالث اطنب ايه؟ لو ركزنا على البيت الثالث هو كان بيقول انت قصدي وغايتي ورجائي مالك الملك مبدع الاكوان. اللهم صل على سيدنا محمد. هو عايز هنا ايه؟ نسيت، عايز الاطناب. سوري، عايز الاطناب في البيت الثالث. هو قال انت قصدي، القصد يعني يا جماعه؟ القصد يعني الهدف بتاعي. وغايتي، الغايه بتاعتك يعني purpose بالانجليزي معناها برضو الغايه او الهدف. فكلمه قصدي هي هي نفس معنى كلمه غايتي، الاثنين معنى هدف. ده اسمه اطناب ايه؟ اطناب بالترادف، كلمتين بنفس المعنى ده اسمه اطناب بالترادف. في الشطر الثاني من البيت الثالث اجاز بحذف ايه؟ لو جبنا الشطر الثاني من البيت الثالث وكان بيقول مالك الملك مبدع ايه؟ مبدع الاكوان. نفس الكلام، كلمه مالك هنا منصوبه زي ما انت شايف، لو حطيت قبلها اداه نداء تقول يا مالك الملك يا مبدع الاكوان، يبقى ده اسلوب انشائي نوع ايه؟ نوع نداء. فطبعا هنا في اجاز بحذف اداه النداء. وسيت القصد في الشطر الاول من البيت الثالث. لو جينا البيت الثالث هو كان بيقول ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، انت قصدي وغايتي ورجائي. لو ركزت يا مستر محمد هتلاقي حاجه جميله قوي. هتلاقي انت طبعا ده ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا. قصدي، طبعا كلمه قصد دي يعني نكره ولا معرفه؟ معرفه. تقول ايه ازاي يا مستر محمد ما فيهاش الف ولام؟ يا حبيبي مين قالك ان المعرفه لازم تبقى الف ولام؟ الضمائر معرفه، اسماء الاشاره معرفه، اسماء الموصوله معرفه. فهنا اصلا كلمه قصدي كلمه فيها ايه؟ يعني فيها ضمير، فبقت معرفه. فهنا الخبر معرفه والمبتدا معرفه، ده اسمه تعريف طرفي الجمله الاسميه، فده اسمه اسلوب قصد. نوع الاسلوب لما قال ربي، طبعا هو بيقول يا ربي، قصد الجمله يا رب يعني نداء. طبعا نداء ده اسلوب انشائي طلبي، فالاجابه صح تبقى اسلوب انشائي طلبي، طبعا غرضه الدعاء. بعد كده سين سبعة، قال عبد الرحيم محمود، ما تصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله. عبد الرحيم محمود كان بيقول وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. حلو الكلام ده، إيه معنى الكلام ده؟ بيقول وما العيش إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى، إن أنا عمري ما هعيش لو ما كنتش مخوف الجناب. مخوف الجناب يعني الناس تخافني، مش قصدي يعني يبقى مرعب، لا قصدي يعني عندي هيبة يعني. حرام الحمى يعني الحمى بتاعي أو الأرض بتاعتي أو وطني أو عرضي، كل ده محمي. أنا بحمي الحاجات اللي هي شرفي يعني، بحمي الحاجات اللي هي وطني، الحاجات اللي هي تخصني. وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. طبعا لا عشت دي جملة اعتراضية، لو أنت خدت بالك بين شرطتين ده اسمه اطناب بالاعتراض. وطبعا لا عشت معناها يعني يا رب ما عش، فاهم؟ زي كده بقول لك ايه؟ لا جزاك الله خيرا. دي جمله يا جماعه بيكون شكلها خبري زي ما انت شايف، لكن معناها انشائي دعاء. بعدها بيسال وبيقول اخوفا وعندي تهون الحياه وذلا واني لرب الابا. يا بقول هو انا هخاف والحياه اصلا بتهون عندي، او هعيش في ذل وانا اصلا رب الاباء؟ الاباء اللي هو يا جماعه الشموخ والعظمه يعني. فبقول هل انا هخاف يعني وعندي يعني هخاف من الحاجات دي؟ لا طبعا مش هخاف. ماشي، ثانية يا جماعة خليكم معايا، المايك بيقع. عارفين حاجة غريبة أوي إحساس المايك ده. بعدها بيقول بقلبي سأرمي وجوه العدات فقلبي حديد وناري لظى. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول بقلبي أنا هرمي الوجوه بتاعت الأعداء عشان قلبي حديد والنار بتاعتي مشتعلة. لظى يعني نار مشتعلة. بعدها بيقول وأحمي حياضي، حياضي يعني قصدي وطني يعني. وأحمي حياضي بحد الحسامي فيعلم قومي أني الفتى. يعني أحمي دولتي أو وطني بالسيف لحد ما قومي يعرفوا إن أنا فعلا جامد، أنا الفتى، أنا الولد يعني. طيب، نوع المحسن البديع في الشطر الثاني من البيت الثالث. الشطر الثاني من البيت الثالث لما قال فقلبي حديد وناري لظى، متقطعين زي بعض. قلبي حديد، ناري لظى، متقطعين زي بعض يا عم مستر محمد. ده اسمه ايه يا عم الحاج؟ ده اسمه حسن التقسيم.
طيب نوع الصلة بينهم قال قلبي حديد، صورنا قلبه بالحديد مشبه ومشبه به من غير اي ده تشبيه، ده اسمه التشبيه الايه، التشبيه البليغ. نوع الاسطول لما قال لا عشت، معناها ايه يا جماعه؟ زي ما قلت لكم معناها يا رب ما عش. فهنا جمله شكلها خبري زي ما انت شايف، لكن معناها انشائي، ده اسمه خبري لفظا انشائي معنى. جمله شكلها خبري لكن معناها انشائي، خبري لفظا انشائي معنى. في بيت التاني اجاز بحذف ايه؟ لو بصينا على البيت التاني قال اخوفا وعندي تهون الحياه وذلا واني لرب الابا. طبعا اخوفا، كلمه خوف هنا اتنصبت ليه؟ عشان اعرابها هنا يا جماعه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اخاف، يعني كان الشاعر بيقول هل ساخاف خوفا وعندي تهون الحياه، اخاف خوفا زي اجتهد اجتهادا كده. كلمه خوفا منصوبه ليه؟ طبعا عشان قبليها في فعل محذوف اجاز بحذف الفعل. غرض الاستفهام في البيت ايه يا جماعه؟ في البيت التاني لو بصينا على البيت التاني، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قال اخوفا وعندي تهون الحياه واذلا واني ده رب الابا. يعني هل انا اخاف يا جماعه والحياه اصلا بتهون عندي؟ الشام هل هخاف والحياه بتهون عندي؟ وهل هعيش في ذل وانا اصلا عندي اباء؟ الشاعر ماله يا جماعه؟ الشاعر مستنكر، يستنكر يعني بيقول انا مش فاهم انا ازاي ده هيحصل؟ ازاي اخاف وانا قوي؟ ازاي اعيش في ذل وانا عزيز اصلا؟ فطبعا اسمه استنكار، الشاعر مستعجب ومستنكر، مستنكر يعني بيقول انا مش فاهم بصراحه ازاي ده يحصل؟ ما كانش فيه هنا توبيخ، توبيخ لما توبخ واحد مثلا بتحبه، مفيش تقرير خالص، تقرير ده لما يبقى عندك استفهام منفي. والتحذير والتهديد لما تهدد حد. وصيت القصر لما قال أني الفتى، طبعا أني الياء هنا طبعا تبقى اسم أن والفتى خبر أن، فلو ركزت هنا هتلاقي اسم أن وخبر أن، يعني المبتدأ والخبر عبارة عن معرفة، فالمبتدأ والخبر معرفة، ده اسمه تعريف طرفي الجملة. إيه تعريف طرفي الجملة؟ الاسم إيه؟ بعد كده قال أبو القاسم الشبي، قال لي يا جماعة أبو القاسم الشبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قال إيه؟ قال إيه؟ قال لك طهرت في نور الجمال مشاعري، طهرت المشاعر بتاعتي في نور الجمال، ولقيت في دنيا الخيال سلامي، لقيت في الخيال السلام بتاعي، ونسيت دنيا الناس فهي سخافة، الدنيا بتاعت الناس عبارة عن سخافة يا جماعة ملهاش لازمة، سكرة من الأوهام والآثام، الناس سكرانة من الوهم ومن الآثام عن الذنوب، وقبست من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي. يقول أنا اقتبست من العطف بتاع الوجود ومن الحب بتاع الوجود، اقتبست قبس يعني ضوء، يعني والضوء ده أضاء ظلامي، نور الظلمة بتاعتي. فرأيت ألوان الحياة نضيرة كنضارة الزهر الجميل النامي، يعني لقيت الحياة منورة يا جماعة زي الزهور الجميلة النامية. فاخلع مسوح الحزن تحت ظلاله والبس رداء الشعر والأحلام. يقول إيه؟ يقول اخلع الحزن اللي أنت لابسه ده والبس لباس إيه يا جماعة؟ أو رداء الشعر والأحلام. نوع المحسن المدير البيت الأول لما قال طهرت في نور الجمال مشاعري ولقيت في دنيا الخيال سلامي، لو ركزت متقطعين زي بعض اسمه حسن التقسيم، ركز معايا كده، طهرت في نور الجمال، هنا لقيت في دنيا الخيال، هنا مشاعري وهنا سلامي، متقطعين بنفس الشكل زي ما انت شايف، ده اسمه حسن التقسيم. بعد كده نوع الصورة بعينيه في قوله رداء الشعر، صورت الشعر انه رداء مشبه ومشبه به من غير اي اداة تشبيه، ده اسمه التشبيه البليغ. يغلب الأبيات استخدام الأسلوب إيه يا جماعة؟ لو ركزنا مع بعض الأسلوب هنا كان كله تقريبا خبري، طهرت في نور الجمال مشاعري ده أسلوب خبري، نسيت دنيا الناس خبري، وقبست من عطف الوجود خبري، فرأيت ألوان الحياة برضو خبري، إنما اخلع مسوع الحزن طبعا ده أمر، طبعا ده اللي هيبقى إنشائي، لكن كله كان خبري، فطبعا يغلب الأبيات استخدام الأسلوب إيه؟ استخدام الأسلوب الخبري. الغرض بالإنشاء في البيت الأخير، البيت الأخير لما قال لك إيه في البيت الأخير؟ هو قال فاخلع مسوح الحزن، يعني شيل الحزن من قلبك. طيب الغرض من انشاء البيت الاخير قال ايه يا عم الحاج؟ البيت الاخير بيقول لك شيل الحزن من قلبك، اخلع مسوح الحزن، بينصحك عادي، فطبعا هتبقى النصح، مش هينفع توبيخ، توبيخ ده بتوبخ حد، مش بتوبخه هنا اكيد. والتنبيه لواحد، يعني عارف التنبيه اللي هو ايه؟ لما مثلا تقف قدام ناس كتير تقول لهم ايها الناس وتنادي عليهم كده، يعني ده بتنبههم يعني. الاستعطاف طبعا بتستعطف حد ان هو يعني بتأمر تطلب من حد حاجه بتستعطفه عشان يعملها لك، مفيش استعطاف ولا حاجه، في نصح بس. طيب تركيب يمثل استعاره تصريحيه، واحده من دول استعاره تصريحيه. عطف الوجود شبهنا الوجود بالعطف، ده تشبيه بليغ. اضاء ظلامي دي جمله عاديه، نور الظلمه بتاعتي. وايه كمان؟ مسوح الحزن لا سوري يا جماعه، اضاء ظلامي اصلا مش
الواحد بدأ يتلخبط. وسوح الحزن يعني ملابس الحزن، صورنا الحزن بالملابس. وطهرت مشاعري، صورنا المشاعر كأنها ملابس مثلا بتطهرها، فين الملابس حذفناها، بس ان صفة من صفات اللي هي التطهير. كل ده استعارة مكنية، انما اضاءة ظلامي دي استعارة صحيحة. وافهمك ليه، هل هو يقصد هنا بجد بينور ظلمته، يعني ظلمة اللي هو يعني بالليل دي اللي هي الظلمة اللي احنا بنشوفها لما بننام؟ لا مش قصده كده يا جماعة، هو قصده يعني بيشيل الجهل من عندي. زي كده بقول لك ايه، مثلا ربنا خرجني من الظلمات الى النور. هل ربنا خرجك من ظلمة بجد يعني الدنيا ظلمة وشارع مقطوع؟ لا، ربنا خرجك من ظلمة المقصود بيها الجهل والحزن وكده يعني. فلما نتصور اي حاجة سلبية زي الحزن مثلا، بنصور الحزن كأنه ظلام، حزن كأنه يعمل حاجة كأنه ظلام. فده مشبه وده مشبه به، بنحذف طبعا مشبه وبنصرح بالمشبه به، فتبقى اسمها استعارة. ايه استعارة تصريحية، فالإجابة الصح تبقى استعارة تصريحية. القيمة الفنية للتشبيه في البيت الرابع، والبيت الرابع كان بيقول لك ايه يا عم الحاج؟ البيت الرابع كان بيقول لك فاخلع مسوح الحزن تحت ظلاله والبس رداء الشعري والأحلامي. لا سوري، ده البيت الخامس. البيت الرابع كان بيقول لك فرأيت ألوان الحياة نضيرة كنضارة الزهر الجميل النامي. يعني أنا شفت الحياة بقت جميلة قوي من ساعتها، من ساعة ما حبيت ودخلت في العطف بتاع الوجود، بقت عاملة زي إيه يا جماعة؟ زي الحلاوة أو النضارة أو الجمال بتاع الزهر الجميل بتاع الزهور يعني. فطبعا هل هو هنا ألف إظهار تمازج عناصر الطبيعة؟ لا، هو مش جاي يتكلم عن الطبيعة، هو بيوصف لك المشاعر بتاعته وبيشبهها بالطبيعة، لكن هو مش جاي يتكلم عن عناصر الطبيعة، فمش هينفع. مش جاي يتكلم عن الأزهار ولا جاي يسخر من أزمات الحياة، وجاي يبين لك مدى الجمال والروعة اللي هو حس بيها في الطهر والحب والوجود. بين الطهر ونقاء السريرة، نقاء السريرة يعني جواه روحه نقية صافية. طيب قال الجواهري، بيقول يا جماعة بيتكلم عن فلسطين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بقول فلسطين سلام الله يسري، يعني سلام ربنا عليكي على تلك المشارف والبطاحي. المشارف والبطاحي قصده الأماكن يعني بتاعتك، الأماكن الموجودة في فلسطين. بعد بقول رأيتك من خلال الفجر يلقي على خضر الربا أحلى وشاحي، يعني أنا شفتك من خلال الفجر، شفت إيه اللي بيحصل، شفت الفجر بيلقي عليكي أحلى وشاح، أو سلام الله يعني يلقي عليكي أحلى وشاح. وشاح اللي هو السكارف اللي هو يعني كوفية كده، كأن يعني لابسة لبس حلو. بعدها بقول وعين الفجر تزري الدمع طلا وتمسحه بمنديل الصباح، يعني الفجر بيعيط عليك وبيمسح دموعه بالمنديل بتاع الصباح. بعدها بيقول سلاما للعكوف على التياحي وشوقا للظمائ إلى ارتياحي. ايه معنى الكلام ده؟ يعني بقول انا مشتاق ليه يا جماعة؟ للارتياح، او مشتاق يعني للسعادة الموجودة في فلسطين. طبعا سلاما يعني بيسلم عليها. طيب نوع المحسن المادي في البيت الاخير، لو بصينا يا جماعه سلام على كوفة التياحي وشوق للظماء او للظماء الى ارتياحي. لو ركزت ما ينفعش نختار تصريع، عشان التصريع بيجي البيت الاول بس، مش هينفع البيت الاخير. طيب ما كانش فيه الالتفات، الالتفات ده لما تتكلم عن حاجه واحده بضميرين مختلفين، اتكلم عن نفسي مثلا بضمير المتكلم وضمير الغائب، ما كانش فيه الكلام ده. طيب ما كانش فيه جناس تام، جناس تام او كلمتين زي بعض في كل حاجه لكن معناهم مختلف، ما كانش فيه الكلام ده عندنا. لكن كان فيه طبعا جناس ناقص، لما قال تياحي وقال ارتياحي كلمتين شبه بعض زي ما انت شايف، ده اسمه الجناس الناقص. نوع الصلة بينه في قوله وعين الفجر تزري، طبعا عين الفجر تزري معناها ايه يا جماعة؟ هنا صورنا موسوعة سيدنا محمد فين انا سرحت، عين الفجر تزري يعني العيون بتاعت الفجر قاعدة بتعيط يعني بتبكي. فين صورنا الفجر كأنه إنسان عيونه تبكي؟ طب فين الإنسان ده؟ حذفناه، لكن سيبنا صفة صغيرة من صفاته اللي هي عيونه اللي بتبكي يا جماعة، فده اسمه الاستعارة المكنية. ركز معايا، في الاستعارة المكنية بنحذف المشابه به لكن بنسيب صفة من صفاته تدل عليه. غرض النداء لما قال فلسطين في البيت الأول، طبعا يا جماعة بيمدح فلسطين بيعظمها، بيقول فلسطين ده سلام ربنا بيسري عليك. تخيل سلام ربنا بيسري عليها، هي منطقة مقدسة يا جماعة. فلسطين طبعا هنا غرض ايه؟ غرض هيكون التعظيم. في البيت الاخير اجاز بحذف ايه؟ لو ركز يا جماعه البيت الاخير قال سلاما، طبعا كلمه سلاما دي يا جماعه منصوبه ليه؟ عشان في فعل قبلها محذوف هو اللي نصبها، يعني اصل الجمله اسلم سلاما، اسلم سلاما زي كده اجتهد اجتهادا، فسلاما هنا اعربها اعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اسلم، اسلم سلاما للعكوف على التياحي وشوقا للظماء او للظماء الى ارتياحي. في اسمه طبعا ايجاز بحذف، ايجاز بحذف الفعل.
بعد كده وصية القصر في البيت التاني، لو بصينا على البيت التاني يا جماعة اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، قال رأيتك من خلال الفجر يلقي على خضر الربا أحلى وشاحي. ركز مع بعض، رأيتك من خلال الفجر، جملة عادية مفيهاش أي حاجة. التركيز على الجملة الجاية بقى، يلقي، يلقي ده فعل إيه؟ فعل مضارع، خلي بالك ده فعل متعدي. لو أقول لك مثلا محمد يلقي، هل ممكن أسكت؟ لأ، لازم يلقي، يلقي الوشاح، يلقي بيرمي، يرمي الزبالة في الشارع، الشارع، يلقي مثلا الورقة على الأرض، يلقي حاجة على حاجة، هو يعني بيرمي شيء على شيء. فطبعا ده فعل بيجي معاه مفعول به، يلقي الشيء، فالشيء ده إعرابه مفعول به. فين يلقي ده الفعل؟ هو الفاعل اللي هو الفجر، يعني رأيتك من خلال الفجر يلقي على خضر الربا، طبعا على حرف جر وخضر اسم مجرور والربا مضاف إليه. أيوه هو بيلقي إيه يا جماعة؟ بيلقي أحلى وشاح. فطبعا أحلى هنا إعرابها مفعول به، هو بيلقي إيه؟ بيرمي أحلى وشاح. فطبعا هنا في قدمنا الجار ومجرور على إيه؟ على مفعول به. فده اسمه طبعا أسلوب قصر واستزادة تقديم مع حقوق التأخير. قدمنا جار ومجرور طبعا لو شبه الجملة يعني على إيه؟ على مفعول به. بعد كده قصيدة مدح بيقول لنا اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، له خلق نهى القرآن عنه. عنده خلق ربنا نهى عنه، أو القرآن يعني نهى عنه في ربنا نهى عنه في القرآن، وذاك عطاؤه السرف البزار. إيه معنى الكلام ده؟ عنده خلق ربنا نهانا عنه، وهو العطاء عنده عطاء كبير قوي. هل ربنا نهانا عن العطاء؟ لا، ربنا نهانا عن التبذير يعني. فهو قصده يا جماعه يعني هو بيمدح حد، فبيقول الحد ده راجل كريم لدرجه كبيره قوي، يعني ساعات تحس كده ان اللي بيعمله ده حرام اصلا كتر ما هو كريم. مش راجل كريم جدا، وذاك عطاؤه السلف والبزار ولم يكن منه اضرار، يعني هو مش بيعمل ده بشكل مضر، لا، ولكن تمادت في سجيتها البحار. السجيه يعني الاخلاق، يعني قصده البحار يا جماعه تمادت في اخلاقها، يعني قصده زي ما البحر كريم وفياض كده، هو نفس الكلام برضو كريم جدا، والسجيه بتاعته او اخلاقه يعني كريمه زي ما احنا شايفين. بعدين بيقول رفعت كواعب الاشعار فيه كما رفعت لناظرها المنار. يعني بيقول الشعر بتاعي انا رفعته عشانه، يعني من الاخر كده انا بمدحه بشعر راقي مش اي شعر يعني. كما رفعت لناظرها المنار. وعارفين المناره يا جماعه بتاعت اسكندريه، مناره كده عمود طويل كده بينور في بالليل طبعا المراكب. نفس الكلام بيقول انا يعني شعري مرفوع زي المناره دي. في الاخر بيقول حليم، الشخص اللي بيمدحه ده بيقول ان هو حليم والحفيظه منه طبعا، الحفيظه عن الغضب. بعدها بيسال بيقول واي النار ليس لها شراره؟ ايه معنى الكلام ده؟ بيقول ان الشخص ده يا جماعه اللي هو بيمدحه شخص حليم، حليم يعني يعني شخص متأني مش بيغضب على طول، بطيء الغضب، لكن في نفس الوقت والحفيظه منه طبع، يعني في نفس الوقت برضه هو طبعه ان هو بيغضب، يعني خلي بالك هو برضه ايه بيغضب في اوقات معينه. مفيش انسان ما بيغضبش. حتى هو بعدها بيقول ايه واي النار ليس لها شراره؟ هل في نار مالهاش شراره؟ لا طبعا، النار جميله بتدفيك وكل حاجه، لكن برضه مع الوقت بتطلع شراره ممكن تلسعك. نفس الكلام هو شخص جميل وكل حاجه، لكن برضه ممكن يلسعك في يوم من الايام، يعني مش ان هو وحش، عشان بس هو طبيعي انسان يعني. نوع المحاسن بديه في البيت الاخير، لو ركزنا يا جماعه البيت الاخير قالك حليم والحفيظ منه طبعا واي النار ليس لها شرر. عندنا هنا كلمتين عكس بعض البيت الاخير، لما قال لك حليم، حليم يعني بطيء الغضب مش بيغضب، والحفيظه يا جماعه معناها ايه؟ الحفيظه معناها الغضب، طبعا كلمتين عكس بعض. يعني ايه يا جماعه؟ معناها ان هو بيغضب وما بيغضبش في نفس الوقت، فده اسمه طبق. طبعا طبق ايه؟ طبق ايجابي. نوع التشبيه في البيت الثاني، لو بصينا على البيت الثاني قال لك ولم يكن منه اضرار ولكن تمادت في سجيتها، تمادت في سجيتها البحار. ايه معنى الكلام ده؟ البيت نفسه بيقول لك ان هو يعني كريم، لكن كرمه ده ما بيضروش في حاجه، زي البحر كده. ما هو البحر برده بيبقى ايه يا جماعه؟ بيبقى كريم وفياض. طبعا اسمه التشبيه الضمني يا جماعه عشان مفيش اداه تشبيه اصلا، بيفهم من مضمون الكلام زي ما انت شايف كده. طيب الغرض من الاستفهام لما قال واي النار ليس لها شراره، لما قال هل في نار مالهاش شراره؟ طبعا لما يسالك بيقول لك هل في نار مالهاش شراره، الاجابه تبقى لا، مفيش نار طبعا مالهاش شراره. لما يسالك سؤال الاجابه بتاعته لا، اعرف ان الغرض ان في قوله واي النار ليس لها شراره في البيت الاخير اطناب بايه؟ قلت لك قبل كده لما يجيب لك حكمه في ديل البيت، يعني جمله كده لوحدها تنفع حكمه، ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه اطناب بالتسجيل. تعرف ازاي اطناب بالتسجيل ده يا جماعه؟ لو ركزت معايا نطلع فوق كده. قال لك حليم والحفيظه منه طبع، هو حليم اه، لكن ساعات بيطلع منه حاجات غريبه كده. بعدها جاب جمله بقى بتاكد على المعنى ده، وقال لك وهل في نار من غير شراره؟ ما ينفعش. فطبعا الجمله دي لوحدها تنفع حكمه،
الجملة دي لوحدها ممكن تقصها كده وتنفع حكمة لوحدها، فده يبقى اسمه اطناب بالتذييل. حكمة بتيجي في ديل البيت زي ما انت شايف كده. وصيت القصر لما قال كما رفعت لناظرها المنار، طبعا رفع ده فعل مبني للمجهول بيجي بعديها نائب فاعل، فأصل الجملة المفروض كما رفعت المنار لناظرها. فطبعا المنار يا جماعة ده المفروض نائب الفاعل اللهم صل على سيدنا محمد، لكن قدمنا جار ومجرور اللي هو لناظرها على نائب ايه، نائب الفاعل. فده اسمه ايه، ده اسمه تقديم محق وتأخير. قدمنا جار ومجرور على نائب الفاعل، فالإجابة تبقى تقديم محق وإيه، محق وتأخير. في البيت الأخير إجاز بحذف إيه، لو بصينا على البيت الأخير هو قال حليم. أصل الجملة وتكتب قبل كده لما تلاقي الجملة بدأت بكلمة نكرة مرفوعة فاعرف إنها إيه، فاعرف إنها خبر، في الغالب تبقى الخبر لمبتدأ طبعا محذوف. فأصل الجملة هو حليم والحفيظة منه طبعا، وأي النار ليس لها شراره. فأنا حذفت المبتدأ طبعا، ده إيجاز بحذف، إيجاز بحذف المبتدأ. كيف فاروق جويده كان بيقول إيه، نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فاروق جويده كان بيقول آمنت بالإنسان عمري كله، يعني أنا كنت مؤمن دايما بالإنسان، ورسمته تاجا على أبياتي، رسمته تاج على الأبيات بتاعتي، هو سيد الدنيا وفجر زمانها سر الإله وأقدس الغايات. هو سيد الدنيا وهو الفجر بتاع الزمن وهو سر الإله، هو أقدس غاية، هو أحسن حاجة عملها ربنا، يعني هو إن سما يغدو كنجم مبهر وإذا هوى ينحط كالحشرات، يعني لما يسمو ويعلى بيعمل زي النجوم المبهرة، ولما يهوى ولا يقع بيعمل زي الحشرة. هل يستوي صبح أضاء طريقنا وظلام ليل مر باللعنات؟ هل الصبح اللي بيضيء طريقنا بيتساوى مع الظلام يا جماعة اللي هو كله لعنات؟ في الآخر بيقول أيقنت أن الشعر شاطئ رحلتي وبأنه عند الهلاك نجاتي. أنا أيقنت أو تيقنت يعني وتأكدت أن الشعر هو شاطئ الرحلة، هي الرحلة بتاعتي، وأن هو النجاة بتاعتي لما إيه، لما يجي نهلك أو هنموت يعني. نوع المعاصر المديح في البيت الثالث، لو بصينا على البيت الثالث هو كان بيقول هو إن سما يغدو كنجم مبهر وإذا هوى ينحط كالحشرات. طبعا جملتين عكس بعض، بيقول لك هو لما يعلى بيعمل زي النجوم ولما يسقط بيعمل زي الحشرات، جملتين عكس بعض، حاجة عالية وحاجة واطية يعني. فده اسمه طبعا مقابلة، مقابلة يعني جملتين عكس بعض. نوع الصورة البيانية قال الصبح في البيت الرابع، قال لك هل يستوي صبح أضاء طريقنا وظلام ليل مر باللعنات؟ هل الصبح بيتساوي مع الليل؟ طب سؤال يا جماعة، هل هو قصده الصبح بجد يعني اللي هو النور يعني؟ لا مش قصده كده. لما الشاعر هنا او الكاتب يقول لك انا بحب دايما الصبح والصبح بيجي يشيل ظلام الليل، هل قصده الظلمه بتاعت الليل اللي هي بتجيلنا يعني؟ لا مش قصده كده يا جماعه، ده تعبير مجازي، دي بتكون عباره عن استعاره تصريحيه. او هنا يقصد بالصبح الخير والنور والحب مثلا، التفاؤل، الحاجات الحلوه يعني. فهنا مثلا بيصور الخير انه صبح، حتى هو بيقول لك هل الصبح هيتساوي مع الليل، يعني قصده هل الخير هيتساوي مع الشر يعني، فصور الخير كانه ايه، كانه صبح. فالخير طبعا ده مشبه والصبح ده ايه، مشبه به. حذفنا المشبه زي ما انت شايف وصرحنا بالمشبه به، فده اسمه الاستعاره ايه، الاستعاره التصريحيه. فالاجابه الوحيده تنفع تبقى استعاره تصريحيه. بعدها الغرض من الاستفهام في البيت الرابع، لو بصينا على البيت الرابع هو كان بيقول ايه، كان بيقول هل يستوي صبح اضاء طريقنا وظلام ليل مر باللعنات؟ هل الصبح هيتساوي مع الليل؟ طبعا السؤال زي ده اجابته هتبقى اجابته لا، لما سالك سؤال اجابته لا اعرف ان الغرض هيبقى النفي. أداة التوكيد المستخدمة في البيت الأول، لو بصينا على البيت الأول الشاعر قال آمنت بالإنسان عمري كله، لو ركزنا هنا عندنا كل، وكل دي طبعا عبارة عن إيه، كل دي عبارة عن أداة من أدوات التوكيد، ده توكيد معنوي. طب أتأكد إزاي إنها توكيد معنوي؟ لو شلتها هتلاقي معنى الجملة تقرا عادي، يعني تقول إيه آمنت بالإنسان عمري ورسمته تاجا على أبياتي، يعني أنت آمنت بالإنسان عمرك كله وبس ورسمته تاج. طبعا دي عبارة عن أداة إيه، أداة توكيد، توكيد معنوي. طبعا ده درس في النحو ذكروا التوكيد معناه مهم جدا. نوع الخيال بقى في قوله رسمته تاجا، الهاء دي عايده على مين؟ عايده على الانسان. هنا بيقول لك رسمت الانسان تاج، الانسان تاج مشبه ومشبه به من غير اداه تشبيه، ده اسمه التشبيه البليغ. طبعا التاج ده حاجه عاليه توحي بعلو قدر الانسان. شايف هنختار جيم، طبعا قال لك يوحي بوضوح ابيات شعره، طبعا غلط، ومش جاي يتكلم عن شعره، وجاي يتكلم عن الانسان. قال لك الانسان ده حاجه عامله زي التاج، تاج يعني حاجه عاليه جدا هو بيحبها. بعد كده قال الجوهري صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الشهيد، الجوهري بيتكلم عن الشهيد. طبعا الشهيد يا جمال الشخص اللي بيموت في الحرب، معركه يعني. يقول يا نائما والموت ملء جفونه، اعلمت من فارقت، من فارقت كيف ينام؟ بيكلم الشخص النايم
اللي هو ميت يعني، يا نائما والموت ملء جفونه، يعني بيقول للشهيد ده انت نايم والموت مغرق جفونك، او يعني يعني بيطفح من جفونك، انت ميت قوي يعني. بقول له يا نائما والموت ملء جفونه، اعلمت من فارقت كيف ينام؟ هل انت عارف الناس اللي انت فرقتها دي بتنام ازاي؟ يعني قصده طبعا هما بيناموا في حزن بقى ومتضايقين وكده يعني. بعدها بيقول لك ايه في البيت التاني، بيقول لك وملائما بيد المنون، المنون يعني الموت يا جماعه، وملائما سوري وملائما بيد المنون جراحه جرح المقيم عليك لا يلتام. ايه معنى الكلام ده؟ يعني بيقول انت مت بالايد بتاعت المنون او الايد بتاعت الموت، لكن الجراح بتاعت المقيمين عليك يعني الناس اللي هي بتحبك واهلك يعني لا تلتئم، يعني الجراح بتاعتنا مش بتلتئم ومش بتخف عشان احنا مش عارفين نعيش من غيرك. قد كنت تقدر ان تظلك بهجة ونضارة لا ظلمة ورغام، يعني انت كان ممكن تعيش في سعادة وحب وكل الحاجات الحلوة بعيد بقى عن الايه، عن الشهادة يعني، من غير ما تموت كان ممكن تعيش حياة تانية. او ان يرف عليك في ريعانه هذا الربيع كوجهك البسام، يعني كان ممكن الربيع يا جماعة يجي عليك وانت مبتسم وسعيد والدنيا كلها جميلة، لكن انت قررت انت تضحي بحياتك عشان وطنك. لو شئت اعطتك الحياة زمامها ولها على كف الشباب زمامه. ايه معنى الكلام ده؟ بقول لو شئت اعطتك الحياة زمامها، يعني انت لو عايز تاخد الزمام بتاع الحياة هتاخده. الزمام ده يا جماعة هو اللجام، عارف الفرس الحصان بتاع اللي بتحطها في بقه كده وبتشد منها دي، لو ده اسمه الزمام او اللجام يعني. وهنا قال لك ولها على كف الشباب زمامه، الزمام بقى بالذال معناها الذمة اللي هو العهد. فهنا طبعا كلمتين شبه بعض زي ما انت شايف، لكن في حرف مختلف، ده جناس ناقص مش تام. غرض ان ده في البيت الاول، لو بصينا يا جماعة هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الشهيد، يا نائما والموت ملء جفونه، يعني الموت مبهدلك. طبعا هنا هو مش بيعظم الشهيد، لا هو هنا حزين على الشهيد عشان مات، فالإجابة الأدق تبقى الحزن والتحسن، هو حزين وقال حتى إن الموت مبهدله. نوع المحسن البديع في البيت الأخير، قلنا يا جماعة البيت الأخير زمام وزمام كلمتين شبه بعض، لكن طبعا في حرف مختلف، الزين غير الزال، طبعا ده اسمه الجناس إيه يا جماعة؟ الجناس الناقص. بعد كده نوع الصلة البيانية في قوله أعطتك الحياة، هنا صورنا الحياة كأنها إيه؟ كأنها إنسان يعطي، في الإنسان حذفناه لكن سيبنا صفة من صفاته هي العطاء، فالاسم الاستعارة المكنية. نوع الأسلوب لما قال أعلمت من فارقت كيف ينام، طبعا أسلوب إنشائي نوع استفهام زي ما أنت شايف، فهختار إيه؟ هنختار أسلوب إنشائي طلبي. وصيت القصر في البيت التالت، لو بصينا على البيت التالت يا جماعة هو قال قد كنت تقدر أن تظلك بهجة ونضارة لا ظلمة ورغام. لو ركزنا هنا عندنا أسلوب قصر وأداته لا، هنا عندنا العطف بلا يا جماعة، يعني هو بيقول إيه؟ أنت كان ممكن تعيش في بهجة وسعادة مش ظلمة ورغام. اللا يا جماعة اللي بتيجي بمعنى مش اللي في نص الكلام دي، اعرف إنها إيه؟ اعرف إنها عبارة عن لا عاطفة، لا العاطفة يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنت كان ممكن تعيش في بهجة ونضارة مش ظلمة ورغام. فده بنسميه العطف بلا يا جماعة، في الإجابة الصح تبقى عطف بلا. في ناس اسمها لا العاطفة. علاقة مجاز المرسل قال جفونه، طبعا الجفون جزء من عينك، فده مجاز المرسل علاقته ايه؟ علاقته الجزئية. بعد كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، القصيدة اللي بعد كده بيتكلم فيها عن مصر، بيقول ايه الشاعر يا جماعة؟ اللهم صل وسلم على محمد. بيقول لنا أرحل عن مصر وطيب نعيمها، فأي مكان بعدها ليه شائقه؟ يعني أنا أسيب مصر والنعيم بتاعها، طب إيه المكان التاني اللي أروحه يا جماعة؟ مفيش مكان تاني غيرها يعني. بقول وكيف وقد أضحت، يعني أصبحت من الحسن جنة، بقت جنة من في الأرض، زرابيها مبسوسة والنمارق، طبعا دي يا جماعة الشطر ده مقتبس من القرآن الكريم، عشان في القرآن الكريم ربنا قال لنا وزرابي مبسوسة ونمارق مصفوفة، ربنا كان بيوصف الجمال بتاع الجنة، فيها كوبايات وزرع يعني والخمر وكل الحاجات دي حلال هناك، فربنا كان بيوصف لنا النعيم اللي كان فيها يعني. المهم الشاعر بيقول وإخوان صدق يجمع الفضل وشملهم، مجالسهم مما حووه حدائق، يعني مصر كان فيها إخوان وصدق، يعني كان فيها ناس إخوة مع بعض كلهم صادقين، الفضل بيجمع الشمل بتاعهم،
بل أقول أسكان مصر، يعني يا سكان مصر انقضى الله بالنوى، لو ربنا يعني خلاني أبعد عنكم النوى يعني البعد، فسمع عهود بيننا ومواثق، في عهود بيننا وفي مواثق، فلا تذكروها للنسيم فإنه لأمثالها من نفحة الروض سارق. يعني بقول اوعوا تقولوا المواثق دي للنسيم للرياح، عشان هي بتسرق زي بتسرق نفحة الروض كده، هتسرق الكلام بتاعكم ده. المهم يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نوع الصورة بيناه في قوله يجمع الفضل شملهم. لو ركزت معايا عايز نوع الصورة البيانية لما قال يجمع الفضل، ايه الفضل وشمله؟ طبعا مش ينفع تشبيه بليغ عشان مفيش مشبه ومشبه به. طب كناية عن موصوف؟ لا مفيش موصوف معين بيتكلم عنه هنا. ومش ينفع تشبيه مجمل عشان بيكون فيه اصلا اداة تشبيه، تشبيه المجمل. الاجابة الوحيدة اللي ينفع تبقى كناية عن ايه؟ كناية عن نسبة، عشان هو هنا نسب الفضل يا جماعة لشملهم، فده اسمه كناية عن نسب. علاقة المجاز المرسل لما قال الروض، ركز مع الروض معناها ايه؟ معناها الحديقة، اللي هو حديقة كده جنينة يعني بالبلدي كده، مكان فيه زرع بقى وكده. فطبعا لما قال فلا تذكروها للنسيم فانه لامثالها من نفحة الروض سارقوا، هو هنا ذكر الجنة او الحديقة الجميلة. لما يذكر المكان لكن هو يريد اللي جوه المكان، اسمه مجاز مرسل علاقته المحلية، بيذكر المحل اللي هو اللي بره ده لكن هو قصده اللي جوه، فده اسمه مجاز مرسل علاقته ايه؟ علاقته المحلية. الغرض من الاستفهام في الشطر الثاني من البيت ايه؟ من البيت الاول. لو بصينا يا جماعة الشطر الثاني البيت الاول لما قال في اي مكان بعدها ليه شائق؟ هو قال اسيب مصر واروح مكان تاني؟ طب ايه المكان التاني اللي اروحه؟ يعني هل في مكان تاني يتراح يعني غير مصر؟ هل في مكان تاني هستريح فيه غير مصر؟ طبعا بيسأل سؤال زي ده عشان الإجابة تبقى لأ، مفيش حاجة غير مصر. فلما يسألني سؤال إجابته لأ، أعرف إن الغرض هيبقى النفي. البيت الرابع اتنب إيه؟ لو بصينا على البيت الرابع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أسكان مصر أنقذ الله بالنوى فسمع عهود بيننا ومواثق. طبعا عهود نفس معنى كلمة مواثق، العهد هو هو الميثاق، كلمتين بنفس المعنى، ده اسمه اطناب بالترادف. الغرض من الاستفهام في البيت التاني، لو بصينا على البيت التاني يا جماعة، الشاعر وكيف وقد أضحت من الحسن، إيه من الحسن جنة، يعني إزاي أسيب مصر وهي بقت جنة دلوقتي؟ إزاي إيه؟ إزاي أسيبها؟ طبعا الشاعر بيقول لك إزاي أسيبها، يعني هو مش عايز يسيبها، فهو مستغرب يعني مش فاهم يعني إزاي ده يحصل. لما الشاعر متعجب من حاجة كده ومش مش قادر يفهم إيه وإزاي يعني، ده اسمه أسلوب إنشائي نوع استفهام غرضه التعجب. هنا مش ينفع التمني. التمني لو شلت أداة الاستفهام وحاطين مكان أداة نداء والجملة مشيت عادي، لكن ده مش هينفع نشيلها وتحط مكانها أداة نداء، هو أداة تمني سوري، هو مش عايز أصلا يتمنى، يعني هو مش بيتمنى إن هو يسيبها، لأ ده هو مستغرب بيقول أنا إزاي يعني أسيبها مش فاهم. مش هينفع تشويق، طبعا ما كانش في أي تشويق ولا كان في توبيخ، توبيخ ده لما تيجي توبخ واحد. تركيب يمثل استعارة مكنية. أضحت من الحسن جنة، يعني مصر بقت جنة، ده تشبيه بليغ. مجالسهم حدائق، برضه تشبيه بليغ. فإنه سارق، هو حرامي يعني. ولا ده لأمثالها من نفحة الروض، لأمثالها من نفحة الروض يعني هي بتسرق من الروض، فطبعا برضو مش هتنفع يا جماعة استعارة مكنية. لكن اللي هتنفع وحيد استعارة مكنية تبقى به، لما قال فإنه سارق. ليه فإنه سارق؟ هنا شبهنا النسيم إن هو إنسان سارق، طب في الإنسان ده حذفناه، لكن سيبنا صفة من الصفات اللي هي السرقة، فده اسمه استعارة مكنية. الغرض من ده في البيت الرابع، لو بصينا على البيت الرابع هو كان بيقول إيه في البيت الرابع؟ سكان مصر، يعني يا سكان مصر انقضى الله بالنوى فسمع عهود بيننا وما واثق، يعني بيقول لو انا بعدت عنكم فانا لسه لحد دلوقتي بحبكم وبيني وبينكم عهد. يبقى طبعا هنا هو مش بيعاتبهم وما كانش بيعظمهم، هنا كان بيظهر حبه وكان بيحبهم. مش ينفع تنبيه، طبعا الاجابه ببساطه تبقى اظهار الحب، شده حبه لاهل مصر. وصيت القصر يا جماعه في البيت الاخير، لو بصينا على البيت الاخير الشاعر كان بيقول ايه؟ قال فلا تذكروها للنسيم فانه لأمثالها من نفحة الورد الروض سارق. لو ركزنا فإنه هنا إن بتنصب اسمها وترفع خبرها، هنا الهاء طبعا تبقى اسم إن، فين خبرها؟ الخبر هو اللي بيتم معنى الكلام. لما أقول لك فإنه لأمثالها من نفحة الروض، أيوة إنه إيه يعني؟ إنه سارق، فسارق دي هي الخبر، تخيل بس. بص جت فين؟ خبر إن جه في آخر البيت، فطبعا هنا تقديم وحق التأخير. قدمنا شبه الجملة يا جماعة على إيه؟ على الخبر، فالإجابة الصح وتقديم حقه وإيه ما حقه التأخير. بعد كده يا جماعة القطعة رقم 14، قال خليل مطران، لكن المشكلة إن القطعة نفسها مش ظاهرة، يعني البي دي إف اللي معايا ده مش ظاهر فيه القطعة نفسها، فممكن لو حد يبعتولي على الواتساب نحله تمام، بس هو مش معايا فعلا، فهنخش على القطعة اللي بعدها الباروتي.
ثم صلى سيدنا محمد. قال البارودي، البارودي قال لي يا جماعة، قال قلدت جيد المعالي حلية الغزالي. ايه معنى الكلام ده؟ ركز معايا، الجيد اللي هي الرقبة، فبقول انا لبست الرقبة بتاعت المعالي، لبستها الحلية، الحلية اللي هي الحلي يعني الجواهر بقى والذهب والحاجات دي، حلية الغزالي، يعني كأن الغزل ده عبارة عن حلية مجوهرات يعني وكده. المهم، وقلت في الجد ما أغنى عن الهزلي، يعني قلت كلام جد يا جماعة كان بيغنيني عن الهزل، الهزل اللي هو الكلام التافه يعني والضحك وكده. الجد عكسه الهزل، واحد جد كده عكس طبعا كلام هزل اللي هو يعني كلام ايه، سخيف يعني. بعدها بيقول لولا التفاوت بين الخلق ما ظهرت مزية الفرق بين الحلي والعطلي، يعني لولا التفاوت بين الناس ما كانش هيظهر الحلو والوحش او الحلي، الحاجات الحلوه والحاجات البايظه، يعني الناس درجات، الناس متفاوته مش كلنا زي بعض. فانهض الى صحوات المجد معتليا، بيكلم بقى الانسان بيقول له انهض واطلع كده فوق ناحيه صحوات المجد. الصحوه دي يا جماعه المكان اللي بتقعد عليه على الفرس، تنتطيع الفرس، يعني قصده كده لازم تعلى، لازم توصل لحاجه عاليه جدا في المجد. فالباز لم يأوي إلا عالي القلل، الباز اللي هو الصقر، يعني الصقر ما بيحبش غير القمم العالية قوي. فلا تثق بوداد قبل معرفة، أوعى تثق في حد يعني وتوده قبل ما تعرفه صح. فالكحل أشبه في العينين بالكحل. بعدها بقول واخشى النميمة واعلم أن قائلها يصليك من حرها نارا بلا شعلي، يعني خاف من النميمة، واعرف إن الشخص اللي بتنم يعني اللي بينملك ده وبتتكلموا مع بعض ده على حد بيوقع بينك وبين حد، عارف ان ده هيوديك في نار من غير شعلة، يعني هيوديك جهنم. ماشي. مصدر الموسيقى في البيت الرابع، طبعا لو بصينا البيت الرابع قال فلا تثق بوداد قبل معرفة. فالكحل أشبه في العينين بالكحل، طبعا كحل وكحل كلمتين شبه بعض لكن في طبعا تشكيل مختلف، كحل الحاء عليها سكون انما كحل الحاء عليها فتحة، ده اسمه الجناس الناقص. نوع التشبيه البيت التالت، قال لك ايه يا عم الحاج، فانهض الى صهوات المجد مجد معتليا، اطلع ناحيه المجد واعلى فوق، قال لك حتى ده الصقر ما بيحبش غير القمم العاليه. لو ركزت هنا او شبه حاله بحاله لكن ما فيش اداه تشبيه هنا، فيبقى طبعا تشبيه ايه، تشبيه ضمني يفهم من مضمون الكلام. الغرض من الانشاء في البيت الرابع، لو ركزنا البيت الرابع قال لك فلا تثق بوداد قبل معرفه، بينصحك اوعى تثق في حد قبل ما تعرفه، يبقى النصح تعبير يمثل تشبيها بليغا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيد المعالي، هنا صورنا المعالي كانها انسان او امراه يعني لديها جيد رقبه يعني، طبعا مش هينفع يعني استعاره مكنيه. طيب تثق بوداد، هنا صورنا الوداد كانه انسان بتثق بيه برضه استعاره مكنيه. صهوات المجد، صورنا المجد كانه فرس عنده صهوه، الصهوه دي اللي بيتركب عليها فوق على الحصان يعني، برضه استعاره مكنيه. الإجابة ببساطة تبقى حلية الغزل، صورنا الغزل بالحلية، حلية اللي هي المجوهرات يعني والحاجات الحلوة دي، فدي طبعا الإجابة الصح تبقى إيه، تبقى تشبيه بليغ. المحسن المعنوي في البيت الأول قال لك معنوي يعني ملوش علاقة بالموسيقى، يبقى نشطب على التصريع، التصريع بيعمل موسيقى والسجع بيجي في النثر بس، يا إما طباخ يا إما توليه. قال لك إيه، وقلت في الجد ما أغنى عن الهزلي، قلنا طبعا كلمة الجد عكس الهزل، قال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فالهزل عكسه الفصل أو الجد. في البيت الثالث قصر وسيلته إيه، لو بصينا يا جماعة البيت الثالث قال لك فالباز لم يأوي إلا، طبعا لم وإلا ده أسلوب قصر وسيلته النفي والاستثناء، يبقى الإجابة الصح تبقى النفي والإيه، النفي والاستثناء. أوكي. بعد كده يقول إن زيدون في إيه، في غربته، نرجع شوية كده عشان بس ايه، اللهم صل وسلم على محمد. قال الشاعر هل تذكرون غريبا عاده شجنه، هو طبعا يا جماعة اغترب عن اهله وعن احبابه، فبيسألهم يا هو انتوا فاكريني، هل تذكرون غريبا عاده شجنه من ذكركم وجفى اجفانه الوسن، ايه معنى الكلام ده، يقول هل انتوا فاكريني ولا لا يا جماعة، انا شخص غريب، الشجن من ذكركم يعني بيحن لي، يعني الشجن بيولع في قلبي او التذكر بتاعكم، كل ما افتكركم بحن ليكم جدا. بل وجفى اجفانه الوسن، الوسن اللي هو ايه، اللي هو يعني من الاخر كده النوم، بقول النوم جفاني، جفاني يعني النوم كرهني، النوم مبقاش يحبني خلاص، يعني انا مش عارف انام يا جماعه، كل يوم بفتكركم مش عارف انام،
يخفي لواعجه، يعني عمال اخبي اللواعج بتاعتي والنار اللي جوايا عمال اخبيها. والشوق يفضحه، الشوق عمال يفضحه، عمال كل شوية يعني بحن ليكم ومش عارف اكتم جوايا. يخفي لواعجه والشوق يفضحه، فقد تساوى لديه السر والعلن. تساوى لديه السر والعلن، يعني خلاص بقى مفضوح، مفيش حاجة مستخبية، باين على وشه ان هو بيحن لهم. يا ويلتاه، أيبقى في جوانحي فؤاده وهو بالأطلال مرتهن. يعني هل فؤاده القلب بتاعه هيفضل يعني جوه صدره وهو قاعد في الأطلال كده؟ طبعا لا، قلبه مش قادر يقعد يا جماعة. فالشعب مستنكر، هل في قلبك هيفضل يستحمل كده؟ المحسن المليف في البيت الأول طبعا قال شجنوا وسنوا، النهايتين زي بعض في البيت الأول، فده اسمه ايه يا عم الحاج؟ اسمه تصريع. حلو، يبقى هنا طبعا عندنا ايه؟ عندنا أول حاجة تصريع، وعندنا برضو عندنا جفا وأجفان، لو ركزت اتنين شبه بعض ده اسمه جنس ناقص. إنها مش هينفع حسن تقسيم خالص، ومش هينفع طباق سلب، مكانش فيه أصلا طباق، ومش هينفع خالص ايه يا جماعة حسن تقسيم. طيب نوع الصورة ما قال الشوق يفضحه، ومين اللي بيفضح حد دايما؟ الإنسان. فين صورنا الشوق كأنه إنسان يفضح؟ فين الإنسان هنا حذفنا؟ بس إن صفة من صفاته يا جماعة اللي هو الفضيحة يعني، فده اسمه الاستعارة المكنية. الغرض من استفهام البيت الأول لما قال يا جماعة هل تذكرون غريبا عاده شجنه، يا بقول لهم هو أنتوا فاكريني يا جماعة ولا لأ؟ طبعا هل هنا يا جماعة هو قصده إيه؟ قصده يا ريتكم تبقوا فاكريني، نفسي تفتكروني. لما الشاعر يسأل سؤال أو يحط أداة استفهام كده وتشيلها، وممكن تحط مكانها أداة تمني والجملة تمشي عادي، أعرف ساعتها إن ده اسمه إيه؟ إن ده اسمه تمني، غرض التمني. يعني كأن الشاعر بيقول يا ليتكم تذكرون غريبا عاده شجنه. طبعا الغرض هنا هيبقى ايه؟ هيبقى التمني. علاقة المجاز المرسل في قوله أجفان، طبعا الأجفان جزء من العين، فمجاز المرسل علاقاته جزئية. ايه الجملة اللي كان فيها صبر وقوة تحمل؟ لما قال طبعا يخفي لواعجه والشوق يفضحه، ان هو بيخبي جواه يا جماعة اللواعج أو النار جواه، يبقى طبعا ده ايه؟ ده عبارة عن قوة تحمل، هو بيخبي جواه. الغرض من الاستفهام في البيت التالت، والبيت التالت طبعا قال يا جماعة قال يا ويلتاه، يعني يا مصيبته. أيبقى في جوانحي فؤاده وهو بالأطلال مرتهن؟ هل فؤاده هيفضل في قلبه أصلا؟ هو قاعد في الأطلال. طبعا سؤال زي ده وشام استنكر، يعني بيقول إزاي فؤاده هيفضل قاعد في قلبه وهو قاعد في الأطلال؟ ما ينفعش. فلما يسألك سؤال زي ده اعرف ان الغرض هنا هيبقى ايه؟ هيبقى الاستنكار، الشعب بيستنكر. بس السؤال ده انا بعترض عليه بصراحه عشان ينفع مع اجابه تانية الا وهي النفي. النفي برضو تنفع، ان سؤال زي ده اجابته هتبقى لا، لما قال ايبقى في جوانحي فؤاده وهو بالاطلال مرتهن، الاجابه طبعا تبقى لا، مستحيل مستحيل فؤاده يفضل قاعد مكانه كده. فطبعا النفي هتنفع وبرضو الاستنكار هتنفع، ودي غلطه من الكتاب، عشان كده الاجابه الادق تبقى نفي واستنكار. وسيله القصر في البيت ايه؟ في البيت الثالث، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. لما قال أيبقى في جوانحي فؤاده، طبعا يبقى ده فعل مضارع، في جوانحي ده جار ومجرور، طبعا كل فعل بيجي معاه الفاعل، مين اللي هيبقى؟ فؤاده. فين قدمنا يا جماعه الجار ومجرور على الفؤاد اللي هو الفاعل؟ فده اسمه تقديم حقه وتأخير. فالإجابة الصح تبقى ب. بعد كده قال جمال ايه؟ جمال حمدان. نصلي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. جمال حمدان معظم شعره اصلا بيكون عن مصر، دايما يبقى عن مصر. بل قارنت مصر بغيرها فتدللت، لما قارنت مصر بغيرها قعدت تتدلع عليا يعني. وعجزت ان احظى لها بمثيل، وعجزت ان احظى لها بمثيل، يعني مش تلاقي اي مثيل لمصر، مش عارف الاقي اي دوله تضاهي مصر يا جماعه، لا تشابه مصر، مفيش اي حد زي مصر خالص. بقول ما السر مصر؟ يعني ايه السر يا مصر؟ مش عارف. فمن سواك لعسرتي هل من سبيل في شفاء غليلي؟ هل في حاجة تشفي الغليل اللي جوايا؟ بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. يقول ربنا بارك فيك يا مصر، أنا حاسس إن أنا مش هبلغ فيك حق المدح، وحتى لو اجتهدت وعملت كل اللي عليا، أنا عمري ما همدحك زي ما أنت تستحقي. بيقول بعد كده فالنور أنت ولا ضياء إذا انضوى عنا ضياؤك يا عروس النيل. أنت النور، وملناش نور لو النور بتاعك راح يا عروس النيلي. يا مصر يرعاك الإله كما رعى تنزيله من عابس ودخيل. يا بقول يا مصر ربنا يرعى أرضك
زي ما ربنا كده راعى التنزيل بتاعه اللي هو القرآن، يعني من العابس والدخيل، من أي حد يحرف فيه أي آية. نوع المحاسبة دي في البيت الرابع، خليك ذكي البيت الرابع، يعني مستحيل نختار تصريح. يا مجيناس السامي، إما طباخي إما حسن تقسيم. هو في بيت الرابع قال: فالنور أنت ولا ضياء إذا انضوى. انضوى يعني انطفأ، عنا ضياؤك يا عروس النيلي. فطبعا ضياء وانضوى الاتنين عكس بعض، يا بينهما ايه يا عم الحاج؟ بينهما طباق. اوكي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله. في قوله بوركت مصر، طبعا ده فعل مبني للمجهول، يبقى فيه إيجاز بحذف ايه؟ حذف الفاعل. نوع الصورة مقال تدللت. تدللت معناها اتدلعت. ومين اللي بيتدلع؟ بنت، البنات بتتدلع. فده اسمه استعارة مكنية. صورنا ايه؟ صورنا مصر. كان فتاة تتدلل. فين الفتاة؟ حذفناها، بس ابن صفة من صفات التدلل، ده اسمه استعارة مكنية. نوع الأسلوب لما قال يرعاك الإله كما رعى. في آخر بيت قال يا مصر يرعاك الإله كما رعى. طبعا جملة يرعاك الإله جملة شكلها خبري زي ما أنت شايف، لكن معناها إنشائي، معناها ربنا يرعاك، بيدعي بيقول يا رب يرعاك. زي كده بقول لك يجزيك الله خيرا أو جزاك الله خيرا. هل انا قصدي ربنا جزاك خير يعني زمان وخلاص كده دخلت الجنه؟ لا، قصدي ربنا يجزيك خير، بدعي لك. فجمله شكلها خبري لكن معناها انشائي، ده اسمه خبري لفظا انشائي معنى. غرض الاستفهام لما قال هل من سبيل في شفاء غليلي، هل في حاجه تشفيني من الغليل ده؟ من يعني قصده ايه يا جماعه؟ نرجع تاني البيت التاني. هو هنا كان بيتكلم ما السر مصر فمن سو مصر فمن سواك لعسرتي، هل من سبيل في شفاء غليلي؟ يعني من الاخر كده انا بحبك قوي، مش عارف يعني، مش عارف، مفيش اي حاجه عايز تشفيني من حبك. هل من سبيل في شفاء غليلي، هل في حاجه تشفيني من حبك؟ طبعا سؤال زي ده يا جماعه، هل من، او ما تلاقي هل من في الغالب، في الغالب يعني في البلاغه عندك بيكون الغرض هنا التمني. بيكون الغرض ايه؟ غرض هنا تمني، انت بتتمنى ان ده يحصل، يعني كانك كده بتقول يا ليت هناك سبيلا يشفي غليلي، يعني لو في اي حاجه تخفف من حبي، يعني يا ريت، انا بحبك حب مرضي، حب غريب جدا. طبعا هل من هنا مقصود بيها ايه؟ المقصود بيها اسلوب انشائي واستفهام. في الغالب هنا بيكون غرضه التمني، انت بتتمنى. الغرض من القصر في قوله النور انت، طبعا ده اسلوب قصر وسيلته تعريف طرف الجمله الاسميه المبتدا والخبر المعرفه. طبعا غرض واحد بس يا جماعه بيكون التخصيص. وايه التخصيص والتوكيد؟ محمد عبد المطلب بيقول ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بول لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر. يعني بول قمة المجد أو ذروة المجد لينا، وتحت الظل بتاع المجد ده تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر. تناسلت الأحقاب يعني ايه يا جماعة؟ يعني الحضارات كتير جت، التناسل اللي هو يعني في حضارات كتير قعدت تتناسل وتنجب أفراد وأفراد وأفراد، يعني قصده في حضارات كتير جت والدهر قاعد يعدي ويروح ويجي واحنا ثابتين، المجد بتاعنا ثابت. يعني قصده مصر يا جماعه دايما في ذروه المجد او قمه المجد، ومفيش اي حد يعني خالص وصل للمرحله اللي وصلت ليها. بعدها بيدعي مصر بيقول جزى الله مصرا ما جزى اهل نعمه على الناس يعيا دونها العد والحصر. يعني بيقول ربنا يجزي مصر يا جماعه نعمه كبيره جدا لا تعد ولا تحصى. بعدها بيقول فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. إحنا أمة متحدة يا جماعة بالإنجيل والقرآن. بعدها بيقول ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر. هو أنت مش شايفنا يعني في كل عيد وموسم بنكون مع بعض متحالفين، مفيش بينا أي جفاء ولا أي هجر. نوع الصورة لما قال تحت ظله، هنا بيتكلم عن المجد لو أنت خدت بالك. فينا صورنا المجد كأنه بناء عنده ظل، يعني كأنه مثلا شجرة عندها ظل، مبنى عنده ظل، بناء كبير عنده ظل. فصورنا المجد كأنه شيء مادي عنده ظل. طب فين الشيء المادي ده؟ حذفناه، لكن صرنا صفة من صفاته تدل عليه اللي هو الظل، فده اسمه الاستعارة المكنية. لما قال تناسلت الأحقاب، تناسل معناه التكاثر، يعني الأحقاب اللي هو الأجيال، أنا قصده أجيال كتير ورا بعض، يعني ناس كتير جت ورا بعض يا جماعة، اللي هو كثرة الحضارات، ناس كتير مع بعض. الغرض من استفهام البيت الأخير لما قال ألم ترنا، طبعا قال ألم، يعني أسلوب إنشائي نوع استفهامه، وبعد الأداة الاستفهام في لم، ولم دي أداة نفي، يعني استفهام منفي. قلت لك قبل كده الاستفهام منفي بيكون غرضه، بيكون غرضه التقرير. فأول ما تلاقي استفهام منفي أعرف إن غرضه التقرير. نوع الأسلوب في الشطر الأول من البيت التاني، هو قال يا جماعة في الشطر الأول من البيت التاني؟
الجزى الله مصرا ما جزى اهل نعمته. طبعا جزاك الله خيرا ده اسلوب حافظينه طبعا، ده اسمه ايه؟ اسمه خبري لفظا، شكله خبري لكن معناه انشائي، معناه دعاء. انت بتدعي تنكير كلمه امه في البيت الثالث افاد ايه يا جماعه؟ لو ركزت معايا اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد، بيقول احنا امه ما فيش زيها، هو بيعظم مصر، فطبعا هيبقى تعظيم. تكرار النفي، اول ما تلاقي تكرار اعرف ان هو في الغالب يفيد التوكيد. فالشاعر كان بيكرر النفي هنا عشان بيأكد على المعنى. بعد كده بيقول اني اقمت على التعلة بالمنى. هنا يا جماعه خليل مطران كان عامل قصيده مشهوره ليه اسمها قصيده المساء، تاخدوها في ثالث ثانوي. بيقول اني اقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي. ايه مع ايه القصه يا جماعه بتاعت النص ده؟ خليل مطران كان مريض وكان بيحب واحدة بس بعيد عنها مش عارف يوصل لها، فاصحابه قالوا له روح اسكندرية وريح شوية كده نفسك. فهو راح هناك فتعب اكتر، الهواء بتاع اسكندرية تعبه وجاله زي دور صعب كده يعني، وفي نفس الوقت بعيد عن محبوبته فبقى عنده هم. فبيقول اني اقمت على التعلة، التعلة معناها التشاغل، قعدت اشغل نفسي يعني بالمنى بالامنيات في غربة، الغربة اللي اسكندرية يعني، قالوا لهم اصحابه قالوا له هي هتبقى دوائي، يعني قالوا له انت هتخف ان شاء الله هناك. فهو بيقول ان يشفي هذا الجسم طيب هوائها، لو الهوا هيشفيني هيشفي جسمي اي يلطف النيران طيب هوائي، هل الهوا هيطفي النار اللي جوايا؟ بيقول عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاية لا استشفائي. يعني الطواف بتاعي واللف والدوران بتاعي في البلد ده عبث ولعب عياله ملوش اي لازمة، ده علة في علة يعني مرض في مرض مش استشفاء ولا اي حاجة. بعد بقول متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنحي، يعني انا كئيب وحزين ومش عارف اعمل ايه بالظبط. نوع المحاسبة دي في البيت الاخير طبعا باين جدا، متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنحي، متقطعين زي بعض اسمه حسن تقسيم. اللون البديعي في قوله النيران، ركز معي، هو قال هل في حد هيطفي النار اللي جوايا؟ طب هل هو جواه نار بجد؟ لا جواه شوق. في صوانا ايه يا جماعه؟ صوانا الشوق، كانه ايه؟ كانه نار. فالشوق طبعا ده مشبه والنار مشبه به، حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به فاسمه استعاره تصريحيه. غرض الاستفهام في البيت ايه يا جماعه؟ في البيت التاني لما قال ان يشفي هذا الجسم طيب هوائها، لو الجسم هيخف من الهواء هل النار هتخف من الهواء؟ ايوه لطف النيران طيب هوائي، طبعا الإجابة هتبقى لأ. فمسألك سؤال الإجابة بتاعته لأ، أعرف إن الغرض النفي. الغرض من الأسلوب الخبري في البيت الأخير إظهار إيه؟ لما قال إن أنا كئيب وحزين وعندي عناء، طبعا عايز يظهر الحزن، فالغرض طبعا إظهار شدة الحزن. في البيت الأخير اتنب إيه؟ قال متفرد، أصل الجملة أنا متفرد، فإحنا حذفنا إيه هنا يا جماعة؟ حذفنا المبتدأ وبدأنا بالخبر على طول، فإجاز بحذف المبتدأ. في الشطر الأول من البيت الثاني أسلوب قصر وسيلته إيه؟ لما قال إن يشفي هذا الجسم طيب هوائه، طبعا يشفي ده فعل إيه يا جماعة؟ فعل مضارع. مين اللي هيشفي هذا الجسم؟ طيب هوائها، فطيب هنا هي الفاعل. فأنت زي ما أنت شايف هنا قدمنا المفعول به على إيه؟ على الفاعل، يعني تقديم ما حقه التأخير. فالإجابة الصح تقديم ما حقه التأخير. آخر قطعة عندنا يوم الشهيد تحية وسلام، بيتكلم عن يوم الشهيد، فبقول تحية وسلام بك والنضال تؤرخ الأيام، يعني أنت بنأرخ الأيام أو يعني بنعمل تاريخ البلد أو تاريخ الأعوام كله بنحطه على أساس يوم الشهيد أو اليوم بتاعك يعني. بعدها بقول يوم الشهيد بك النفوس تفتحت وعيا كما تتفتح الأكمام، الورود يعني قصده الورد بيتفتح، ونفس كلام النفوس بتتفتح بسبب اليوم بتاع الشهيد. وتراكم الصبر الجميل بساحة من حولها تتراكم الآلام، يعني الصبر اتجمع زي ما الألم اتجمع بسبب الفراق بتاعكم، حملوا الرصاص على الصدور وأوغلوا فعلى الصدور من الدماء وساموا. طيب بيمدح طبعا ان هم ضحوا بحياتهم والرصاص دخل في قلوبهم عشان بس نعيش احنا يعني. نوع المحسن بليه في البيت الأول طبعا قال سلامه أعوامه نهايتين زي بعض، ده اسمه التصريح. نوع الصورة ما قال تراكم الصبر الجميل، هنا صورنا الصبر كأنه شيء مادي بيتراكم، كأنها حاجات بتبقى تتراكم فوق بعضها.
فين الشيء المادي حذفناه بس انه صفه من صفاته هي التراكم، اسمه استعاره مكنيه. الغرض من انشاء البيت الاول لما قال يوم الشهيد، طبعا يوم هنا منادى، اصل الجمله يا يوم الشهيد، عشان كده كلمه يوم منصوبه لو انت خدت بالك. هنا بيعظم طبعا الشهيد يا جماعه، هيبقى تعظيم. قلنا اجاز بحذف اداه النداء طبعا. وفي ايه تاني؟ يوم الشهيد تحيه وسلام بك والنضال تؤرخ الايام. انا ركزت تؤرخ ده فعل مبني المجهول، يبقى في اجاز بحذف ايه؟ حذف الفاعل في البيت الاول اتنبأ ايه؟ قال تحيه وسلام، الاثنين بنفس المعنى، اتنبأ الترادف كلمتين بنفس المعنى. النفوس تفتحت، هنا شبه النفوس كانها ورد بيتفتح. فين الورد؟ حذفناه بس من صفه من صفاته، ده اسم استعاره مكنيه. تتراكم الالام، صورنا الالام كانها شيء مادي يتراكم، وهنا برضو دي جمله عاديه ما فيهاش اي صوره. الاجابه الصح تبقى ب، على الصدور من الدماء وسامه، شبهنا الدم كانه وسام. وبكده كنا خلصنا حلقه بتاعت النهارده، وباذن الله في الحلقات الجايه يا جماعه نكمل بقيه التدريبات مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.